إذا مشاهدينا تابعنا معكم المؤتمر الصحفي الخاص بالاكتشاف الذي حدث في تونا الجبل بمحافظة المنيا، المؤتمر الصحفي الذي تحدث فيه وزير الآثار وكذلك جابر نصار رئيس جامعة القاهرة ورئيس البعثة التي كانت معنية بهذا الاكتشاف والبحث والتنقيب عن جميع الآثار المتواجدة في المقبرة الجامعية التي تم اكتشافها حوالي 15 مومياء داخل هذه المقبرة. تحدث وزير الآثار خالد العلاني عن حرص الجميع لمتابعة كل ما هو جديد في عالم الآثار في مصر وعالم السياحة المصرية، كذلك تحدث عن أن الاكتشاف اليوم سيجعل مصر على رأس أولويات الدول في البحث ومعرفة الجديد، وأن الاكتشاف لن ينتهي وأنه في بدايته هذا الاكتشاف. إذا من المتوقع أن نشهد مزيد من الآثار في الفترة المقبلة تحديدا في محافظة المنيا. كذلك ذكر وزير الآثار أن تغطية إعلامية كبيرة من القنوات الأجنبية لهذا الحدث الأثري. تحدث أيضا الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة عن وضع جبل أو تونا الجبل على خارطة السياحة في مصر بعد هذا الاكتشاف، كذلك الحفاظ على الآثار ليست مسؤولية وزارة الآثار فقط كما ذكر الدكتور جابر نصار وأكد عليه وزير الآثار. رئيس البعثة قال أنه تم استخدام أجهزة حديثة أهمها جهاز GPR وهو نوع من التكنولوجيا الحديثة التي نتج عنه هذه الاكتشافات. هذه المقبرة التي تم اكتشافها اليوم هي أول مقبرة تضم هذه المجموعة من المومياوات في مصر، وأنه كان هناك تعاون بين وزارة الآثار وجامعة القاهرة وكذلك البعثة المتواجدة في هذا الاكتشاف. الجميع طبعا أكد على أن هذا الاكتشاف سيضع محافظة المنيا وتونا الجبل على خارطة السياحة المصرية وعلى خارطة أولويات الدول الأجنبية المهتمة والمعنية بالشأن المصري السياحي في عالم الآثار. سيضع مصر على أولوياتها وسيكون هناك اهتمام دولي لمتابعة كل ما هو جديد، خاصة بعد عدد من الاكتشافات السابقة ليس فقط هذا الاكتشاف بعينه. كذلك تحدث وزير الآثار عن عدد من الاكتشافات كان أهمها ما حدث في المطرية والمتابعة الإعلامية الكبيرة والضجة الرائعة التي تحدثت عقب هذا الاكتشاف، وكذلك أيضا اكتشاف اليوم سيشهد متابعة عالمية وكذلك اكتشافات القادمة والقريبة من قبل وزارة الآثار وجامعة القاهرة. ينضم إلينا مشاهدينا هاتفيا الدكتور خالد سعد مدير إدارة العامة للآثار ما قبل التاريخ بوزارة الآثار. دكتور خالد أهلا بك معنا في هذه التغطية الخاصة لاكتشاف اليوم في تونا الجبل. يعني أهمية هذا الاكتشاف الذي سيضع مصر على خارطة السياحة العالمية. في الحقيقة أن الاكتشاف اكتشاف مهم، خاصة أن هو بيكون من جامعة مصرية، وإحنا دلوقتي يعني في اتجاه لأن إحنا معظم البعثات الأجنبية تبقى بعثات مصرية خالصة، وبنميل أيضا إلى التوجه إلى أن الجامعات أو كليات الآثار المنتشرة في مصر هي اللي يكون لها الأسبقية في أعمال الحفائر في مصر. بالنسبة للوجود بقى العائق المادي، الحمد لله أن في بعض الجامعات دلوقتي بتفرد إلى البعثات الخاصة بيها مبالغ مالية كويسة تقدر تشتغل فيها يعني. بالنسبة للكشف بقى بتاع النهاردة، منطقة تونة الجبل زي ما حضرتك عارفة وكل الناس عارفين، دي منطقة من أهم المناطق الأثرية اللي موجودة في العالم كلها. منتشر فيها بقى مجموعة من المقابر بترجع من فترة الدولة الوسطى لنهاية العصر اليوناني الروماني. موضوع بقى ان احنا نلاقي مقابر لدفنات الطيور هي منتشر اصلا في منطقه تونا الجبل، وفي مقابر مماثله ليها، ان هو يتم الكشف عن مقبره زي كده، ده اضافه للكشف السابق واضافه لمنطقه تونا الجبل. الموضوع مش بيبقى غريب على الاثريين ان هم يلاقوا مقبره زي كده، هو المهم ان احنا نستخدم هذا الحدث في وضعه على خريطه سياحيه لمصر. دكتور خالد، انت ذكرت انه كان هناك يعني فكره العائق المادي، هل وزارة الآثار هي من تسهل هذه الإجراءات وتسهل القيام بمثل هذه عمليات البحث أم الجامعات كما ذكرت دكتور خالد؟ والله احنا يعني احنا بنقولها هي على الهواء، احنا رقنا نشف
للتحدث على وضع الآثار في ميزانية الدولة. استحالة مصر بجلالة قدرها اللي هي شغالة أصلا سياحيا على الآثار وعلى سياحة الآثار ما تكونش الآثار محطوطة في ميزانيتها، يعني إزاي يعني؟ ما ينفعش. دي حاجة. الحاجة التانية إن دلوقتي لأن ميزانية الآثار ضعيفة، الباسة هي اللي بتوفر ميزانيتها، والعمل في الآثار ده شيء مكلف جدا فوق ما حضرتك تتخيلي. يعني مجرد الكشف عن مكان أو ترميم برضية أو ترميم تابوت أو ترميم جدار أو حاجة، شيء مكلف جدا، ده شيء علمي من الدرجة الأولى. فإزاي إحنا ما ناخدش بالنا من حاجة زي كده؟ عشان كده وزارة الآثار دلوقتي بتقلل بعثاتها الخاصة بوزارة الآثار، وبتشترك مع البعثات الأجنبية بمفتش أو مفتشين، وبتفضل إن البعثات المصرية اللي تابعة لجامعات مصرية هي اللي كلها الأولوية. نعم. طيب دكتور خالد، يعني دكتور جابر نصار ذكر بأن قوة اكتشاف الآثار هي قوة ناعمة، هل يمكن الاعتماد على الآثار والاكتشافات الأثرية بين حين وآخر لإعلاء يعني مصر وإعلائها سياحيا بين الدول العربية والعالمية كذلك؟ هو أنت حضرتك مالكيش منافس على مستوى العالم في الآثار الفرعوني، يعني لو في دولة تانية في العالم تقدر تنافسك في الآثار الفرعونية هي فين؟ لكن في دول فيها اثار يوناني روماني واحنا عندنا يوناني روماني، فيها دول فيها اثار قبطي واحنا عندنا قبطي، فيها دول فيها اثار حديث ومعاصر واحنا عندنا حديث ومعاصر. يعني التفرد الوحيد اللي مصر بتلقاه هو تفردها بالاثار المصريه القديمه او الفرعونيه زي ما بيقال عليه. لكن دلوقتي حضرتك المفترض ان الدوله تفهم ان في حاجه اسمها سايت مانجمنت، يعني اداره موقع، يعني لازم يتصرف عليه. نعم. عشان يتحط على خريطه السياحه. احنا بنكشف عن الموقع الاثري، بس مدى استفاده الدوله من الموقع الاثري ده لوضعه على الخريطه السياحيه لعمل ماركتنج لان السياح يجوا، دي مش مسؤوليتنا احنا، دي مسؤوليه وزاره السياحه. واخد بال حضرتك؟ كما نتابع دكتور خالد معك ومع المشاهدين هذه اللقطات الحيه من الحفر والاكتشاف الذي يتم في منطقه تونة الجبل تحديدا، يعني نتابع معكم مشاهدينا ما سيكون من جديد حول هذه المنطقة. نشكرك دكتور خالد سعد مدير الإدارة العامة ما قبل التاريخ بوزارة الآثار، شكرا لوقتك معنا.